احنا هنا ما هو فينها. دول في شاشتهم، هم دول عارضين، هم عارضين اوكي الشاشة بتاعتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بجامعة جنوب الوادي وبالمؤتمر الثاني للجامعة. الصوت واضح بالنسبة لكم؟ واضح يا دكتورة شيماء، اتفضلي. من الكنترول روم أو غرفة التحكم الخاصة بتجربة CMS، بنرحب بيكم في سيرن. إن شاء الله هيكون معانا خلال الزيارة سارة، السلام عليكم، وهي هتعرفكم بعدين بالتفاصيل بتفصيلها. هي مهندسة لبنانية، المهندس هادي قنصو من لبنان، وورا الكاميرات ولكن هم المنظمين الأساسيين زولتن، وهو هيكون معانا تحت الأرض ناومي. I don't see her. Yeah, she went for a coffee for me. Sorry. Okay. you will see her. الأول هندي مقدمة بسيطة وبعدين هنبتدي الفيزيت وهنتحرك داخل الكنترول روم وتحت الأرض. هنبتدي بس نعرف الناس اللي هي خارج الفيزياء احنا فين وبنعمل ايه. احنا داخل احد التجارب الخاصة بمركز ابحاث سر، وهو موجود على التجارب كلها موجودة على اللارج هارد كولايدر. باللغة العربية هيكون اسمه المصادم الهادروني الكبير. موجود 4 تجارب أساسية على هذا المصادم. المصادم محيطه 27 كيلومتر على الحدود بين سويسرا وفرنسا. بيتم تعجيل البروتونات وتصادمها داخله عند طاقة حاليا وصلنا ل 13.6 تيرا إلكترون فولت. احنا طبعا في النيوكلير سكيل، الفيزياء النووية وما بعدها، بنتكلم في بنقيس الطاقة بالإلكترون فولت، فإحنا تيرا إلكترون فولت. بعد ما بيتم تعجيل البروتونات بيتم تصادمها. ليه؟ علشان نشوف المادة في حالة زي ما كانت موجودة بعد البيج بانج أو الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم بتقول إن الكون بدأ بانفجار، بعديه كان الكون عبارة عن elementary particles، عبارة عن quarks أو gluons اللي هي المكونات الأساسية للكون. أوكي خلينا، هو طبعا لو شفنا على الصورة ده شكل اللارج هادرون كولايدر. اللارج هادرون كولايدر مش موجود على السطح، هو موجود تحت الأرض بمئة متر. يعني زي ما شايفين جوجل ماب كده، هي الحياة طبيعية فوق السطح، ولكن تحت السطح في بقى التجارب والأجهزة والكواشف الإشعاعية. بعد ما بيحصل التصادم البارتيكلز اللي طلع أو الجسيمات اللي احنا بنقول عليها جسيمات أولية بيتم الكشف عنها باستخدام كواشف إشعاعية أو نووية. فالتجارب لما بنيجي نقول CMS دي اختصار لكومباكت مين سولونويد، ودي معناها بالعربي هتبقى تجربة الملف اللولبي الميوني المدمج. يعني هو انا هنقول تحت، وسارة هتقول لنا تفاصيل لما قبل ما نزل تحت هتقول لنا تفاصيل اكتر عن التجربة دي. ليه احنا بنقول تجربة وساعات بنقول ديتكتور يعني كاشف؟ الافضل ان احنا نقول تجربة CMS experiment. ليه؟ لان احنا عندنا كل أنواع الكواشف الإشعاعية موجودة في التجربة. البروتونات علشان توصل للارج هادرون كولايدر مش مرة واحدة بننتج البروتونات ونحطها في اللارج هادرون كولايدر، بتمر بمراحل متعددة. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا ان في الأول بيتم إنتاج البروتونات، وبعدين تدخل من اللينك، بعديها بتطلع بتخش على مرحلة تانية في سينكريترون صغير، وبيتم تجميعها على شكل بانشز. يعني مش بنقبض بروتون وبروتون،
عشان احنا تحت هنقول تفاصيل اكتر. خلينا نفتكر من دلوقتي ان احنا عندنا بانش وبانش وبنعمل لهم سماشت علشان يوصلوا للهارد انتراكشن او النقطه الاساسيه بتاعتنا. بيمر بمراحل علشان نعجلهم ونديهم الطاقه اللي احنا محتاجينها, وبعدين كمان نعمل لهم سكويزنج او ان احنا نعملهم بشارب عشان نقلل المحيط بتاع البيم. فده بيتم عن طريق استخدام انواع مختلفه من المغناطيس. المجال طبعا مغناطيس اللي احنا بنستخدمه الكتروماجنت. فعندنا نوعين من انواع من انواع الماجنتس. الماجنت الدايبول ماجنتس دي علشان تعمل لنا البندنج بتاع البروتونات, والكوادرابول ماجنت علشان تعمل لنا سكويزنج او تخليها صغيره, المحيط بتاعها صغير. فيبقى اللي جمعنا الطاقه كلها في اقوى بوينت ده وبعدين بتدخل تحت الارض. كل ده تحت الارض زي ما قلنا, بتعدي على اربع تجارب اساسيه عندنا: اطلس وسي ام اس والال اتش سي بي والاليس. الاطلس والسي ام اس الاثنين بيعملوا مالتي بيربوس, يعملوا نفس التجارب. لكن ال ال اتش ده شكل اللي احنا بنقول التجارب. فانا عندنا اطلس وسي ام اس الاثنين يعني بيعملوا نفس التجارب. وليه بنعملوا نفس التجارب؟ علشان نعمل كونفيرميشن لاي ظاهره جديده احنا بنشوفها او بارتكل جديد. ال ال اتش سي بي هي متخصصه في التجارب الخاصه بالانتي ماتر, الماده المعكوسه. والاليس بيتم دراسة الجلون كوارك بلازما, هي بتبقى عبارة عن هيفي ايون كوليجن. يعني في الحالة بتاعت السي ام اس والاطلس المين بتاعهم بيكون تصادم البروتونات, لكن الاليس هي بتعتمد على الهيفي ايون كوليجن اللي هو يا اما ليد ليد انتراكشن يا اما زينون. احنا هقوم دلوقتي نتجول في الكنترول روم, وبعدين هننزل تحت الارض. مستعدين ننزل تحت الارض؟ اوكي ليتس جو. هترككم مع ساره وهادي, وتقدروا تسالونا طول ما احنا في طول يعني بنتحرك او بنشتغل, اسالونا في اي وقت. بدك تعمل الجولة بالأول؟ الأول هنبدأ هنا بالكنترول روم. أنا بس دلوقتي هنبتدي نجهز للنزول من تحت الأرض, بس هنتعرف على الكنترول روم هنا الأول. طبعا بنكون قاعدين ننزل تحت الأرض. ممكن نكمل؟ أكمل؟ أوكي. احنا هنا موجودين في الكنترول روم الخاصه بتجربه سي ام اس. الكنترول روم هنا مقسومه جزئين, الجزء اللي احنا فيه ده المين بارت او الجنرال بارت او السنترال بارت, الجزء الاساسي اللي بيكون فيه التكنيكال شيفتر او السنترال شيفتر. بيكون موجود هنا زي ما احنا شايفين في شاشات كتير, من ضمنها كاميرات بيرصد كل بوينت تحت الارض شكلها ايه بالكاميرا. ولكن احنا لما بنتكلم في تكنولوجي مش بنتكلم ما بنعتمدش على الفيزيبل بعنينا, احنا بنشوف الريسبونس بتاعت الديتكتورز او التجربه عن طريق السيجنالز اللي بتطلع من تحت. الانتراكشن اللي بيحصل والرصد كله بيتم رصده باستخدام الديتكتور كنترول سيستم زي ما احنا شايفين. السنترال شيفتر هنا من اهم الوظائف, من اهم وظيفه في الشيفترز. هو كله مهم طبعا, ولكن الفكره ان هو بيكون بيشوف الصوره العامه للتجربه. يعني هو بيشوف كل الديتكتورز. انا من شويه قلت ان احنا عندنا التجربه فيها الاربع انواع الاساسيه للكواشف الاشعاعيه: الجاز والوميضيه والسيمي كوندكتور. كلهم موجودين تحت الأرض, دول الثلاثة الأساسي. وطبعاً السوليد ستيت بيستخدمها في بعض الأماكن, ولكن دول الأساس واللي احنا كلنا درسناهم من أول المرحلة الجامعية يعني.
فهنا هو بيكون شايف. فاحنا عندنا سب سيستم لكل نوع ديتكتور او كل مرحله ليها الاكسبرت بتاعها، ولكن السنترال هنا انا لو انا مثلا قاعده في قدام السيليكون ديتكتور اللي هو التراكرز مثلا، مش هكون شايف السنتليشن بيعمل ايه لانه ليه خبير تاني وليه شاشه تانية. السنترال بيكون شايف الكل، فبالتالي هو بيبقى لما بنيجي نشغل التجربه اثناء الرن لازم هو اللي بيبقى الكنترول بتاع التجربه بيبقى تحت ايديه هو. بعد كده بيكون عندنا وطبعا الليدر لكل للشيفت الواحده اللي هي بتكون مدتها 8 ساعات، يعني احنا بنبقى شغالين 24 ساعه كل شيفت 8 ساعات. بيكون عندنا الشيفت ليدر، معانا النهارده دكتور بلال هو الشيفت ليدر. الناحيه الثانيه هنروحها دلوقتي الاكسبرت. احنا لو حصل مشكله بيحصل لو حصل مشكله تحت الارض او اي حاجه محتاجه تدخل الخبراء، فالسنترال شيفتر بيتكلم لي الخبراء، فده الجزء الثاني من الكنترول روم، وده الاكسبرتس بتاعه كل ديتكتور. زي ما احنا شايفين ان في كل مجموعه ديتكتورز دي بتمثل سب سيستم، يعني للتراكر والايكال والاتش كال والار بي سي. هقول ده وانا نازله ممكن ساره تقول لنا التفاصيل بتاعتهم اكتر، ولو حد عنده سؤال يقدر يسال. دي كلها كواشف وسب سيستم. فبيتدخل الخبير بالكنترول، السنترال بيدوله الكنترول ان هو يتحكم ويصلح المشكله دي. دلوقتي احنا هننزل تحت انا ونومي تحت الارض في الفتره دي. اذنك يا دكتوره. اتفضلي يا دكتوره اسماء. معلش في دكاتره عايزين يسالوا حضرتك قبل ما تبداي تدخلي تحت الارض. اتفضل يا دكتور. اولا هل في مركز في الاردن؟ المركز الموجود في الاردن دي تجربه السيزمي، هي سيرن طبعا، هي تابعه لسيرن، ولكن دي سينكريترون. السيزمي هو عباره عن سينكريترون، وبيستخدم مينلي مش لتعجين البروتونز، ده لتعجين الالكترونز علشان خاطر يستخدموا الاكس راي اللي طالع من الاكسلريتد الكترونز، فتستخدم في الابلكيشن الخاصه بالسوليد ستيت والبيولوجي. لكن هي لا يعني طاقتها طبعا احنا هنا في المراحل اللي قلناها من ضمنها السينكريترونز، لكن الاساس بتاع السينكريترون ده فيكس التارجت اكسلريتور. لكن هنا الانتراكشن في اللارج هادرون كولايدر بيحدث داخل الكولايدر، عشان كده هي اسمه مصادم مش معجل. طيب في سؤال عن الديتكتورز دكتور خالد، عشان احنا ممكن نتحرك ونتكلم واحنا يعني اتكلم واحنا ماشيين. طيب شويه دكتوره شيماء ان شاء الله انا توصلي الديتكتور. لا اوكي طيب تمام، ممكن بقى اسيب التوك لساره لحد ما نوصل للمكان. اوكي اوكي سارة معلش هنقطعك شوية، وسوري للحضور على النويز اللي انتوا سامعينها. اوكي احنا هنا دلوقتي قدام البوابه اللي هننزل بيها منها تحت الارض ب 100 متر. زي ما انتم شايفين ان انا ابتديت البس اللبس الخاص بالنزول تحت. اول حاجه اساسيه عندي البيرسونال سيفتي ايكويبمنت اللي هي عباره عن الهلمت عشان ما نتخبطش تحت، وكمان في سيفتي شوز. السيفتي شوز دي علشان الصدمات هي فيها حديد ومن تحت عازل عشان الكهرباء او الحراره، وطبعا علشان نقدر ننزل زي ما شفتوا بقى في الافلام. الناس اللي بتشوفوني دلوقتي لما بدخل بيبقى في بايومتري، فانا معايا الجوزوميتر عشان يقيس الاشعاع اللي انا هتعرض بيه لو تعرضت الاشعاع تحت. وهنشوف لما نخرج ان احنا بما انها سيف دلوقتي مفتوح الكافرن فما فيش راديشن، اكيد ما بننزلش في الراديشن. هنشوف ازاي ان احنا بيتم ببصمه العين هيفتح لي او لا. فطبعا علشان احنا معانا اكسس فهو المفروض يفتح لي على طول. ااا
طبعا انا استنى زي ما انتوا شفتوا كده، انا بس استنى نعومي لحد ما تدخل، فممكن ساره تكمل معاكم لحد ما ندخل جوه. اوكي دكتوره شيماء، شكرا. مثل ما لاحظنا كثير نحن هون بسير نهتم بتفاصيل السيفتي والامان لكل الافراد. اول شيء لاحظته نحن بالكنترول روم بعدنا بنلبس الماسكس عشان كوفيد، ومثل ما شرح الدكتوره شيماء في عندنا كل السيفتي اكويبمنتس، وفي عندنا كمان تدريبات خاصه لحاله الطوارئ، الاخلاء في حال الحريق او في حال اي حادثه ممكن تحصل معنا تحت، كيف بنتصرف وشو بنعمل. وطبعا مثل ما عم تلاحظوا بالكاميرا دائما في ساينز، دائما في اشارات، في تاع الاطفاء، كل هذا لحتى يساعدنا نحافظ قد ما فينا على مستوى من الامان نحن موجودين تحت. وكمان مثل ما ذكر الدكتورة شيماء، عادة لما تكون البيم شغال فبكون في عنا radiation تحت، فالأكسس بيكون ممنوع تحت الأرض. الأكسس الوحيد اللي فينا نحن ننزل فيه لتحت الأرض، يعني 100 متر تحت الأرض، هو لما ما يكون في عنا radiation، يعني البيم بيكون واقف. وحتى بهيدي الكيسز لما نحن قادرين ننزل تحت الأرض فكمية الإشعاع اللي نتعرض لها هي قليلة جداً، منا كمية خطرة علينا، ودايماً نحن منقيسها بالدوزيميتر اللي معنا، ودايماً we keep track على كل الأرقام اللي عم تطلع معنا. هلا عم نشوف دكتورة شيماء واقفة على المصعد الأسانسير، ورح احنا دلوقتي هننزل اوكي سارة، احنا دلوقتي هننزل تحت الارض، هيفصل يمكن النت مننا بعض الثواني، وهنوريكم ازاي ان جوه الاسانسير ممكن نقيس احنا هنوصل لانهي نقطة. احنا طبعا هننزل دلوقتي الاول لماينس 2 للدور الثاني تحت الارض، اللي هو على حدود 87 متر تحت الارض. وبعدين طبعا انتم محظوظين ان الزيارة جاية في وقت الكفرن مفتوح، ان احنا نقدر نشوف قلب التجربه مفتوح ونتفرج على جمال التصميم والتقنيات العاليه المستخدمه. فاحنا هندخل هيفصل منكم، وبعدين وخلال ساره بتتكلم هتشوفوا على الشاشه الثانيه احنا هننزل قد ايه في الشاشه اللي داخل الاسانسير. اوكي اوكي على الليفل ناقص 2 اول شيء رح ينزلوا تقريبا 80 متر تحت الارض، وبعدين رح يكفوا لل 100 متر. فمثل ما ذكرنا بالاول كيف عم تحكي لنا دكتوره شيماء، can we share the slides؟ Yes of course. اوكي نبذه سريعه عن تجربه السي ام اس. اول شيء شفتوا ال HC هو المصادم الهدروني العملاق، موجود 100 متر تحت الارض، وطوله 27 كيلومتر ممتد بين الحدود الفرنسية والسويسرية تحت الأرض. في عنا أربع نقاط أساسية نحن حالياً موجودين بالسي أم أس اللي نحن جهة فرنسا. والسي أم أس هو من أهم التجارب الموجودة، في عنا مثل نظير تجربة نظيرة لإله اللي هو أطلس، وهول التجربتين عندهم نفس الغاية. وشرحت لنا دكتورة شيماء طبعاً ليش نحن كنا بحاجة لتجربتين لحتى نعمل نفس الاكسبيرمنت تقريبا. احنا عم نستعمل تكنولوجيز مختلفين بكل تجربه لحتى نقدر ناكد النتائج اللي عم تطلع معنا. نرجع هنا معنا ساره، استاذنك. اوكي احنا دلوقتي هنا في ماينس 2. ماينس 2 بيبقى فيه بعض الراكس اللي بيكون فيها. اول حاجه احنا طبعا الانتر اكشن لما بيحصل بتردد عالي جدا، 40 كيلو هرتز. الداتا يعني لما بيحصل الرياكشن بتطلع الداتا بتبقى الريت بتاعها 40 كيلو هرتز. طبعا ما فيش اي بروسيسور او اي نظام في الكون يقدر حتى الان يقدر يستوعب كل الداتا دي، ولا البروسيسور يقدر يعملها. فلازم يتم تخفيض العدد ده، احنا بنوصل بيه ل 100 هرتز بس في الريت بتاع الانتراكشن. فده بيتم ده عن طريق التريجرنج سيستم. واحنا هندخل دلوقتي في ماينس 2 هنشوف الركات اللي فيها التريجرز. انا بتكلم هنا لان جوه هيكون في نويز عشان التربين بتاعت التبريد،
وكمان هنشوف بعض الباور سيستمز الخاصة بالديتكتور اللي بتشغل الديتكتورز نفسها، وكمان هنشوف الغازات اللي بتستخدم الغازات اللي بتستخدم للتبريد قبل ما هندخل كمان جوه الكافرن. فمع يعني المفروض ان المايك اللي معايا ده بيقلل النويز، فالنويز هنا الحقيقية هي ضعف اللي انتوا هتسمعوه في المايك. فاحنا هندخل دلوقتي بالكاميرا، ولما هوصل عند الراكس هقول للسارة. احنا طبعا هنقعد ندسترب سارة كتير، هنزعجها كتير. احنا بالصدفة عندنا زيارة هنا دلوقتي، فاحنا هنباص دايما على طول. Thanks. فيني مين مايل احكي عن الصور اللي هلأ مرقوا على يمينك، بس للأسف لأنه في زيارة تانية ما قدرنا نشوفهم. أو هن بيحكوا عن تفاصيل بناء CMS، كنا نحكي عنهم بعد شوي بعد ما نعلق على ذاك. لا نتكلم هنا شوية. هنا زي ما احنا شايفين ده التريجر او الداك اللي هو اختصار لداتا اكوزيشن، ده تجميع الداتا. لما قلنا لما بيحصل الانتراكشن تحت الارض اللي بيطلع في النهايه الكتريكال سيجنال، اكيد اساتذه الفيزياء عند من الحاضرين فيزياء النوويه شرحوا للطلبه الكلام ده بالتفصيل، بس ممكن برضو لو اي طالب عنده سؤال ممكن يسال. احنا زي ما احنا شايفين هنا الركات دي كلها بيتم، حتى ممنوع طبعا ان الزياره يدخل بعد كده لو في زياره، فاحنا احنا ممكن ندخل لان انا طبعا اوريدي بشتغل هنا، لكن في الزياره ما بيكونش مسموح. لو احنا شايفين كده ده اللي احنا لسه كنا بنقول ان هو بيقلل الريت بتاع الداتا الفولوينج داتا اللي طالعه من 40 كيلو هرتز ل 100 هرتز. اللي احنا شايفينهم دي كلها اوبتيكال فايبرز طبعا علشان السرعه بتاعه الداتا، علشان نقدر ان احنا نسرع الموضوع. وده اسمه الليفل 1 تريجر، يعني ده بيكون اونلاين. وانس ان هو بيحصل الانتراكشن، الاكسبرت فوق في الكنترول روم بيكونوا موجودين وبيتابعوا ده، وبيتم نقل الداتا دي على اول مرحله للكمبيوتنج سنتر. بيبقى فيه كمان هاي ليفل تريجر، ده بيحتاج وقت علشان ما نفقدش كل الداتا. طبعا احنا اكيد بنفقد داتا مهمه، ويمكن ده الغرض الاساسي بعد كده من التطوير بتاع ال LHC، ولكن حتى الان احنا بيتم الريت بتاعنا بالطريقه دي. بعد كده احنا دلوقتي هندخل هنعدي على الباور سيستم. احنا بس مستظرين ان في زياره، ممكن نعدي عليهم بس واحنا ماشيين. ان في بعض لكل ديتكتورز في عندنا نوعين من الباور سيستم، الهاي ليفل باور سيستم واللو ليفل باور سيستم. احنا طبعا لينا يعني نعومي اصلا اكسبرت، وانا بشتغل في الباور سيستم برضو، فاحنا طبعا اصلا اوريدي عندنا الاكسس دي. فاحنا مثلا هنا ده جزء من الهاي فولتج سيستم. الهاي فولتج سيستم بنخليه دايما بره الكافرن. احنا حاليا الجزء الموجودين فيه ده اسمه السيرفيس كافرن، يعني القبو الخدمي بيتم فيه، يعني بنخدم على الاجهزه اللي جوه. نعومي طبعا بتورينا دلوقتي ده الباور سيستم الخاص، الهاي فولتج باور سيستم الخاص باحد كواشف الغازات اللي بنسميه الجيم، اللي هو اختصار لجاز الكترون مالتيبليكيشن ديتكتور. احنا ليه بنخلي ده بره؟ لان طبعا زي ما ساره قالت ان لما بتكون التجربه شغاله والراديشن بيبقى عالي، لو حصل مشكله مش هنقدر ندخل اثناء الراديشن، فبنخليهم بره على اساس ان احنا ننزل ونحل المشكله طبعا الخبراء او نعمل اكستشينج. في نوع ثاني من الباور سيستم اللي هو اللو فولتج باور سيستم، وده بيكون لازم للالكترونكس. يعني احنا عشان نريد اوت البوردات، احنا لما هيحصل الانتراكشن المفروض نقرا السيجنال. عشان نقرا السيجنال ده بنحتاج للاوتو هايبرد والفيس تيست. اكيد طبعا الالكترونكس، دكاتره الالكترونكس والهندسه اكيد هيكونوا ادرى مني بالتفاصيل دي، فمحتاجين بقى للالكترونكس دي بقى لو فولتج. فاللو فولتج ده لازم يبقى موجود جوه، زي ما هنشوف بيبقى في ركات جوه جنب الديتكتور موجوده جوه علشان السيجنال بتبقى ضعيفه. فلو مشيت المرحله اولا ما بين الكافرن اللي احنا موجودين فيه والاكسبيرمنتال كافرن اللي احنا هنروحه، في حيطه سمكها
7 متر من الخرسانة المسلحة المضادة للإشعاع علشان خاطر ما يحصلش أي تسرب إشعاعي ولا أي نبقى هنا في السيف سايد، يعني الموجودة المكان اللي احنا فيه ده سوبرفايزد اريا وما بقاش فيه أي يعني ما فيهوش أي إشعاع، لكن بيبقى فيه ماجنت. طبعا احنا الماجنت اوف، المغناطيس اوف دلوقتي لأن احنا في ما في توقف تقني، يعني مرحلة فترة التوقف التقني السنوية اللي بنتم فيها لو في تصليحات أو في حاجة عايزين نغيرها عايزين نشيلها بيتم خلال الفترة دي. دلوقتي هندخل هننزل بقى، احنا كده بننزل بس طبعا احنا مش هناخد الأسانسير، احنا هننزل على رجلينا تحت هندخل من هنا. دكتورة شيماء أيوة. بدي أقطعك هون، بدي زيادة على اللي حكيتيه. أول شيء نحن في عنا level 1 trigger بيساعدنا، نحن كل ثانية بيصير في عنا 40 مليون event مع كل collision، فهيدا الكم الكبير من الداتا اللي عنا من المعلومات ما بنقدر أكيد إنه نحن نخزنه، فبالتالي نحن بنضطر إنه نفلتر هيدا المعلومات كلها اللي عم توصلنا، كرمال هيك كنا نحن بحاجة لهيدا السيستم. فأول شيء نحن بنفلتر هو 40 مليون event ليوصلوا للميت ألف عبر الـ level 1 trigger اللي هو based على على hardware، فبالتالي هو أسرع وبيعمل هيدا العملية بأجزاء من الثانية لحتى يرجع ننتقل لبنش جديدة من 40 مليون event. وبعد منا بيمرق عنا على الـ high level trigger اللي بيرجع بنزلنا الرقم من 100 ألف event ل 1000 event، وأكيد بيرجع بيمرقوا ببروسس تانية من الفلتريشن بالـ software system. بس إضافة على المعلومات اللي خبرتنا إياها دكتورة شيماء. يعني أنا أحب أفكر بس أحب يعني سارة ما قالت لكمش، ما قدمتش نفسها بقدر الكافي. سارة طالبة بكلية الهندسة بآخر عام وهي بتشتغل في الداتابيز الخاص، ممكن تقول لهم تفاصيل، فده يعني هي هندسة، لأن إحنا هنا بنشتغل ساينتست ومهندسين كتير كل التخصصات تقريبا يعني، فيعني ده مش فيزياء بس. احنا دلوقتي دخلنا ايه الاكسبيرمنتال كافرن، ده التجربه الحقيقيه. احنا دلوقتي دخلنا من ليفل 2، طبعا يعني هو ده مدخل البيم، اللون الاخضر اللي احنا شايفينه في الصوره ده كده ده اللارج هادرون كولايدر، ده البيم اللي جايه، وبعدين هتدخل جوه. لو انتم شايفين بقى في جوه فضي كده، انا هشاور في الكاميرا اهو، ده كده البيم، ده هنا البروتونز هتدخل لحد ما تعدي بقى، هنمشي لحد ما نروح عند الانتراكشن بوينت. لو احنا زي ما احنا شايفين دي عباره عن ريل يعني ركات، لانه هو عباره عن ويلز، الديتكتور ما هوش بلق. احنا هنا عند النوز، وهنا برضو انا هبص مع نعومي. ايديا هنا هي بتشاور على البيم، بصوا البيم ابتدت ترفع ازاي، دخلت هي كده حصل لها انحراف من التيوب بتاعت من الانبوبه بتاعت اللارج هادرون كولايدر، ودخلت على تجربه السي ام اس اللي احنا شايفينه ده. ده ريل للسي ام اس. التجربه ما اتبنتش هنا، التجربه اتبنت فوق الارض، كانت عباره عن ويل زي ما احنا شايفين كده، هي عجله. دي اللي احنا شايفينه حاليا ده جزء من الجاز ديتكتور اللي هو احد اجزاء الجاز ديتكتور. النوز اللي احنا شايفينها دي موجود فيها برضو الجاز ديتكتورز وجزء من الاتش كال. ممكن نتكلم هنا على الديتكتورز شويه، احنا اتكلمنا على ان الديتكتور ممكن ساره تبين لنا السلايد اللي فيها البارتكل فلو. زولتان كان يو بليز شو ذا سلايد ويز ذا بارتكل فلو. اوكي جو اهيد. لا لا البارتكل هو طبعا ده صوره، ممكن ترجعي لها يا ساره الصوره اللي قبلها. اوكي هاي دي الصوره. لا لا الديتكتور اللي انت كنت جايباها. الديتكتور هاي مور كمان مور ذس وان بالظبط كده. اوكي ثانك يو زولتان. احنا طبعا زي ما احنا الصوره اللي انتم شايفينها السكيماتيك دياجرام ده هو ده الديتكتور او التجربه اللي احنا جواها حاليا. فالجزء اللي احنا فيه، الجزء اللي انا شاورت لكم عليه البيم، هو الجزء ده اللي في النص اللي لونه اخضر، لا لبني، لونه لبني.
بعديها تبص تلاقوا layers. انتوا شايفين اللون الاحمر في الفضي؟ هو الاحمر في الفضي اللي احنا شايفينه ده. طيب ايه بالضبط ايه التركيب بتاع الديتكتور ده؟ احنا عندنا التجربة بتخش كده، البيم بتدخل كده، الانتراكشن بيحصل في النص حواليه الديتكتور مبني. اول layer بيقابله، اول مجموعة من الديتكتورز او الكواشف هي سيليكون ديتكتور سيمي كوندكتور، ودي عبارة عن بيكسلز وستريبس، يعني فيرا صغيرة جدا علشان الريزوليوشن يبقى عالي، عشان نقدر نفصل لما بيحصل انتراكشن بتبقى يعني شكل البارتكلز بيبقوا متداخلين جدا جدا، فعلشان نميزهم ويقدر يعمل التراك بتاعها التراجكتوري المسار بتاعها بيكون صعب جدا. فعشان كده بنستخدم السيليكون ديتكتور زي ما احنا عارفين ان هي الهاير ريزوليوشن. بعد كده ده في التراكر اللي احنا بنقول عليه التراكينج سيستم، ومن اسمه بيتراك بيجيب المسار بتاع البارتكل. بعديها محتاجين نقيس الانرجي بتاع الطاقه بقى بتاعه البارتكل اللي احنا عايزين يعني حابين نكشف عنه، اللي هو عندنا الايكال ثواني الالكتروماجنتيك. ايوه معلش في سؤال لو سمحتي. اتفضلي. هيكون افضل لو حضرتك جيت عشان تسمع السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا ما فيش وقت ان احنا نشكركم ونعمل فلاترنج على الحاجات الحلوه اللي انتم بتعملوها، حاجه يونيك عندنا في الجامعه. لكن خليني دايركت ادخل على السؤالين بتوعي. انا الدكتور جمال بروفيسور اوف اكسبيرمنتال فيزيكس. اوكي اتفضل حضرتك. اهلا بيك. السؤال الاول هو انا السؤال الاول انا مش فاهم ايه المقصود بالسكويزنج. انا اي اندرستاند ان هي عباره عن اكسترا الكتروماجنت. وي اوريدي هاف الكتروماجنت بالفرادك بولز بالبوينتد اند بولز كده، لكن انا مش فاهم ايه دور الاكسترا الكتروماجنت للسكويزنج. يعني لو جملتين كده افهم بس يعني ايه سكويزنج. دي ده السؤال. اوكي السكويزنج اللي هو احنا بنعمل زي تنعيم للبيم. احنا بنقلل الراديوس بتاعها النصف القطر بتاع البيم. فهو السكويزنج ده يعني احنا بنضيقها، بدل ما هي كانت البنش المحيط البيم كده عشان ننزلها تكون اقل، وبالتالي يبقى عندنا الطاقه كلها مرتكزه في الانتراكشن بوينت في الهارد البوينت، عشان البروبابيليتي الاحتماليه انه يخبط البروتونز في بعضها بالتوتال انرجي. طبعا احنا عارفين ان هو كمان ده هادرون. البروتون هو مش اليمنتري، يعني بيتكون من 3 كواركس. فاحنا بنحاول ان احنا نخلي الانتراكشن يحصل في السنتر، في كل الطاقه تتجمع، وبالتالي يكون عدد البارتكلز اللي موجوده في البانش ساعه لما يحصل لهم سماشد كده يكون الطاقه بتاعتها عاليه. ده السكويزنج، ان احنا بس بنقلل الراديوس بتاع البيم. شكرا للتوضيح، واضحه جدا وجميله قوي. يعني كانها فوكسنج كده عشان تيجي في دايره. بالظبط بنعمل فوكسنج للبيم. طيب احنا دلوقتي احب اتفضل. السؤال الثاني صغير. انا فاهم ان جي ام يعني جايجر ميلر تيوب. هل هي دي ولا حاجه ثانيه؟ حضرتك قلتي حاجه مختلفه شويه. انا قلت الجيم اللي هي جي اي ام جاز الكترون مالتيبليكيشن ديتكتور. ده نوع من انواع الديتكتورز. هو التكنولوجي بتاعته يعتبر من التكنولوجي هي استخدمت قبل كده، ولكن هو حديثا يعتبر ده من التطوير اللي بدا بيه تجربه السي ام اس مؤخرا قوي. يعني هو ابتدى احنا الجيم او احنا بنقولها الجيم، هو سيمي هو جاز ديتكتور بيضاف لمجموعه الديتكتورز الجاز ديتكتورز اللي موجوده في السي ام اس اللي هي الار بي سي الريزستنس بليت شامبر والكاثود راي ستريبس والدريفتنج تيوب. دول الثلاث انواع اللي كانوا موجودين قبل ران 3. في ران 3 اللي هي بدات في مايو اللي فات كان في الجاز. للاسف طبعا هو احنا بعد الشغل هنا لو حضراتكم شايفين في سيلفر، هو بعد ما اتقفلت ممكن واحنا راجعين اوريها في الويلي الثانيه. هو كده القلب الديتكتور مفتوح، فاحنا بنعمل هايد بعد ما نخلص شغل. لو حضراتكم برضو شايفين في الخلفيه زملاء لينا من الديتكتور من
من الخبراء في الديتكتورز الثانيه، الكواشف الثانيه، بيشتغلوا بيعملوا رينوفيشن لبعض الاسلاك. بحب دايما اوضح للناس قد ايه. شكرا جزيلا للتوضيح. وكل الزملاء هنا بيحبوا يشكروك، اشكرك بالنيابه عنا. العفو العفو، اهلا وسهلا. زي ما احنا شايفين كده الاسلاك، ممكن شايفين قد ايه هي مترتبه، يعني كاننا بنرسم لوحه. احنا كنا وقفنا في الديتكتورز لما قلنا التجربه بتتكون من ايه، قلنا ان اول حاجه بيكون السيليكون تراكر، بعديه عشان نقيس الانرجي طبعا محتاجين كالومتري، فعندنا اثنين من الكالومترز للاسف احنا مش قادرين نشوفهم هنا، بس لو شفنا اليلو ده الجزء اللي هو الشبكه اللي لونها اصفر دي بتغطي جزء من الديتكتور من الاكسبيرمنت اللي داخل الملف اللولبي اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا التجربه اسمها اصلا الملف اللولبي، فهي الجزء اللي جوه ده بيكون فيه الايكال، وده جاي من اسم الالكتروماجنتيك كالومتري، وكلمه الكتروماجنتيك هنا واضحه جدا ان هي بتمثل الالكترون والفوتون، الالكتروماجنتيك بارتكل. بعديه كمان اللاير اللي بعديه لبره، انا بطلع لبره، فالبره في الاتش كال او الهادرونيك كالومتري اللي هو بيقيس الهادرونز، الهادرونز اللي هي البروتونز والنيوترونز طبعا اكيد، والميزونز يعني يا اما باريونز يا اما ميزونز، فهو بيقيسه طبعا في الاتش كال. بعديهم هو الماجنت، الجزء بعد الاصفر، بعد الاصفر في فضي كده، ده هو الماجنت الالكتروماجنت، الالكتروماجنت بتاع تجربه السام اس، وده احنا بنقول عليه ان هو ده الكي بوينت بتاعته او الميركل بتاعت التجربه، هو السولينويد اللي احنا بنستخدمه. السولينويد هنا لما بيكون اون بيكون بيعمل ماجنتيك فيلد 3.8 تسلا، فطبعا يعني حضراتكم بقى متخيلين احنا يعني اضعاف ملايين الاضعاف من الماجنتيك فيلد الموجود المجال المغناطيسي للارض. فطبعا احنا دلوقتي اوف، بس هنشوف هننزل تحت ونشوف البقايا اللي احنا شايفينه هنا اللي هو الديتكتورز الغاز، لان هي اللي موجوده الغاز. لو بصينا الناحيه الثانيه معلش انا اقول اللون الاحمر ده هو مش ديتكتورز، اللون الاحمر ده هيكل من الحديد ايرنيوك، علشان يعمل لما كل ما هنبعد عن السنتر الانتراكشن الماجنتيك فيلد هيقل، فهو بيعمل ريفورس للماجنتيك فيلد ثاني علشان خاطر يقدر يعمل بيندنج للمينز. الجاز ديتكتورز الهدف الاساسي منها الديتكشن بتاع الميونز، الميونز اللي هي طبعا احنا عارفينها انها بتجينا من الكوزميك، لكن طبعا هي برضو تبقى احد نواتج التفاعل اللي بيحصل بين البروتون. فطبعا الميونز زي ما احنا عارفين ان هو البنتريتنج باور او قوه النفاث بتاعته عاليه جدا فبيهرب، فاحنا عشان كده محتاجين له حاجه تكون بعيده علشان تقيسه. من اشهر التطبيقات طبعا عندنا في مصر للميونز توموغرافي طبعا اللي حصل للهرم. احنا طبعا هننزل تحت دلوقتي، احنا حاليا في ليفل 3 تحت الارض، يعني احنا الديتكتور القطر بتاع الديتكتور اللي هو هيبقى الهايت بتاعه هو 5. طب اكمل بس وهسمع السؤال اول ما انزل. الديتكتور الويل دي الدايمتر بتاعها القطر بتاعها 15 متر، فده يعتبر ارتفاع الديتكتور. بنقسم الارتفاع ده 5 ادوار جوه الكافرن، بس احنا كده احنا النقطه اللي احنا ننزلها دي تقريبا 100 متر تحت الارض، احنا كده في 100 متر تحت الارض. وزي ما احنا شايفين هنا الديتكتور على ويلز تحت الاورنج دي ويلز، عشان لما احنا قلنا ان هو عباره عن اسطوانات كانها ويلز عجلات اتبنت بره، اتبنت في السيرف في الكونستراكشن هول، وبعدين نزلت لاير. هسيب ساره بقى تحكي لكم اللايرز واحنا طالعين. نزلت تحت لايرز. اتفضلي يا دكتوره اسماء، نسمع السؤال. وعليكم السلام يا دكتوره. سؤال كده، في مؤخرا تم اكتشاف هيجز بوزون، طبعا يعني كان البوزون الناقص او تقريبا الحاد الناقص في معادله يعني الستاندر موديل، ستاندر موديل. فحاليا تم اكتشافه ازاي؟ عن طريق بروتون يعني انتراكشن، ولا في اي مفاعل تم اكتشافه؟ لا هو هنا يعني احنا شايفين. طبعا احنا من ضمن الحاجات الاساسيه اللي اتعملت عشانها تجربه سي ام اس
احد الاهداف الاساسيه اصلا اللي اتعمل عشان اللارج هادرون كولايدر هو اكتشاف الجزئين هيكس زي ما حضرتك قلت، لانه هو اللي بيكمل كان القطعه الناقصه في الستاندر موديل. فهو تم اكتشاف الهيكس بوزون لاول مره في 2012، كانت تجربه السي ام اس هنا كانت في البيم دي في الديتكتورز دي، وقاسوها طبعا في الكنترول روم بعد ما خلينا الداتا المراحل اللي اتكلمنا عنها. ولما راحت الداتا بقى الاخيره بعد اللي احنا بنعمل لها تريجرنج وتنقيه، الفيزيست بقى احنا بنقعد بقى نقعد كفيزيست نقعد ندور على السيجنال بتاعتنا، فشافوا الهيجز بارتكل. فطبعا هو تم هنا الهيجز، تم اكتشافه هنا في تجربه تم تاكيده في مكان تاني، يعني في اي مكان خارج اطلس زي ما قلنا. ليه احنا ده كان الهدف الاساسي، ده اللي احنا السؤال اللي احنا قلناه، ليه عندنا تجربتين سي ام اس واطلس؟ يعني لما تم اكتشاف الاول الجسيم في سي ام اس ما اعلنش، ما لم يعلن للعامه غير لما تم برضو رصده في الاطلس. ليه؟ تجربه الاطلس هي نفس الكواشف ولكن مستخدمينها زي بتشكيل مختلف، بس احنا هو احنا بنتكلم برضو في جاز ديتكتورز وسنتليشن وسيمي كوندكتور، ولكن الماجنتيك فيلد بتاع الاطلس اقل من تجربه السي ام اس. يعني فعشان كده هي اسمها كومباكت، يعني بالرغم من ان تجربه السي ام اس تعتبر الحجم بتاعها نص حجم تجربه الاطلس، ولكن هي فيها ماتيريال يعني ده وزنه 14000 طن موجودين في الاسطوانه اللي احنا اللي هي احنا لو قفلنا الديتكتور على بعضه هيبقى الاسطوانه دي طولها حوالي 28 متر وارتفاعها او نصف قطرها هيبقى 7.5 متر. يعني فده حضرتك متخيل بقى قد ايه هي دنس، عشان كده اسمها كومباكت. لكن هي دي التجربه اللي تم فيها اكتشاف الهيجز لاول مره سي ام اس، وتم تاكيده من زملائنا ان هم رصدوه في تجربه اطلس داخل سيرن، وحتى هو اعلن ان هم ابتدوا يشوفوا جسيم شكل الهيجز بيدي البروبرتيز بتاعه الخواص بتاعه الهيجز في 2012، وطبعا تم تاكيد المعلومه في 2013 وكانت اللي هي نوبل برايز اللي اتقسمت ما بين فرانسوا انجلير وبيتر هيجز وتجربتي سي ام اس واطلس الاثنين، لان هم اللي تم كشف الجسيم ده عمليا. احنا دلوقتي المفروض ان احنا الماجنت بتاع اوكي نرجع تاني. احنا دلوقتي فهنروح لاخر ستيب هنشوفها هنا تحت الارض. زي ما قلنا ان المفروض ان الديتكتور ده بعد ما هنخلص الشغل بتاعنا، احنا لو شفنا هنا كمان لو شايفين ده ريل، ده اللي زي العجلات بتتحرك فيه علشان خاطر التجربه لما يجي تقفل، لان هو الديتكتور ما بقاش مفتوح كده، الديتكتور بيتقفل بعد لما نيجي نشغل التجربه ما بقاش مفتوح زي ما احنا شايفينه كده، ده بيتقفل كله على بعضه ويبقى كله بلق وحته واحده. وبعدين نشغل الماجنت، بس لان طبعا الماجنت عالي جدا فبيفضل منه ريمننت، بيفضل بقايا للماجنتيك فيلد. هنشوف بعض الماجنتيك ريمينال، او هنشوف ازاي ان هو احنا طبعا نازلين بقى بحاجتنا ومعادننا وكل حاجتنا عشان ما فيش ماجنت فيلد، بس ستيل احنا ممكن نرصد ونشوف البقايا بتاعه الماجنتيك فيلد بتعمل ايه. طبعا هو لما بيكون الماجنت اون بيبقى قوي جدا. فاحنا لو شفنا كده مثلا هنا، لو شايفين كده مثلا البينز دي هي الماجنت المفروض ان هو اوف، فهي احنا ده الماجنت، يعني ده تاثير المجال المغناطيسي اللي موجود، مش طبعا هو بيقع لان هو اصلا دلوقتي احنا لازم نلاقيها علشان خاطر لما الماجنت يبقى قلنا هتطير مننا، فاحنا طبعا ما بنسيبش اي حاجه ماجنتيك خالص، حتى لو هي مش فيرو ماجنتيك بعد شويه بتكتسب الماجنتيك، والحاجات دي بتبقى خطيره جدا لو اتثبت في الديتكتور، لانها مع لما بنعمل رامب اب للماجنتيك فيلد كل حاجه بتطير. فاحنا طبعا دلوقتي شايفين دبابيس، لكن انا اقدر اقول لكم وممكن نبقى ننزل لكم، احنا صورنا ده فيديو قبل كده، ان احنا لو اثناء الماجنت لما بيكون اون لو معاك مفك او اي حاجه معدن ماجنتيك مش بس فيرو ماجنتيك ممكن تطير منك. لو احنا طبعا احنا ساعات بنضطر يكون في مشكله او اي انذار بيجي من داخل الكافرن، او في مثلا جهاز في الركات اللي هي موجوده جوه الاكسبيرمنتال كافرن دي، فطبعا بيحصل تنبيه وبيبقى في ليميتد اكسس
ان احنا يعني بعض الناس الخبراء اللي هو يعني الضروري جدا او الشخص المسؤول عن الجهاز ده اللي حصل فيه العطله او المشكله بيتعمل بيدخل وبيكون طبعا بيكون لابس كل الحاجات السيفتي، بيتوقف التجربه وبيتوقف التفاعل خالص في الاربع تجارب. عايزين نبقى واضحين انه لما بيكون عشان ندخل اي تجربه من الاربعه اللي احنا ذكرناهم لازم البروتون ما بيبقاش فيه بروتون ماشيه في ال اتش سي، لان هم بيمشوا في كل التجارب بيعدوا كل التجارب. ما ينفعش نقول ان التجربه هيبقى فيه بيم في اطلس وما فيش في سي ام اس او ما فيش في اليس او ما فيش في ال اتش سي بي، لا الديتكتور مقفول. يعني لما يقول الديتكتور مقفول انه او الاكسبيرمنت مقفوله معناه ان هم مش بياخدوا داتا، مش بيرصدوا الانتراكشن اللي حاصل، لكن ما ينفعش ان البيم تعدي على تجربه وتجربه لا. يعني زي كده المحطات هو لازم يعدي على المحطات كلها. احنا دلوقتي هنطلع من الكافرن وهنطلع بقى اللي احنا عملناه. لو في اي سؤال خاصه بالكافرن نقدر نغطيها يا ريت دلوقتي، علشان احنا دلوقتي هنطلع وممكن ساره تشرح لنا التاريخ بتاع ازاي نزلوا الديتكتورز تحت الارض. اي سؤال؟ اعتقد احنا تمام. اوكي لكن راح كفي عنك دكتوره شيماء. مثل ما ذكر الدكتوره شيماء تجربه السي ام اس انبنت فوق الارض، هي التجربة الوحيدة اللي انبنت فوق الأرض، وكانت مقسمة يعني هودي العجلات أو الويلز اللي حكينا عنهم أو الشرائح كانوا تقريباً 15 شريحة كتير كبيرة جداً ضخمة، وأكبر شريحة اضطرينا أن ننزلها من فوق الأرض لتحت الأرض 100 متر تحت الأرض كان وزنها 2000 تقريباً 2000 طن، واحتجنا لننزلها تقريباً 12 ساعة وعانينا بسبب كان في عنا بس مجال 10 سنتيمتر كليرنس بين هيدي الشريحة وبين الشافت اللي نزلنا منه الشرائح تحت الأرض. وهذه هي ميزة هيدي التجربة. وطبعاً العمليات والحفر واجهت كتير صعوبات هي عم بتصير بسبب مي تحت الأرض وكتير تحديات وتشالنجز، بس آخر شيء إنه قدرنا نبني هذه التجربة. ولحتى بس حابة أشير على مقارنة لنشوف قديش الـ CMS هو كومباكت، هو عن جد مكثف. فوزن هذا الديتكتور 14,000 طن، وهو بالطول بالارتفاع والعرض 15 متر والطول تقريباً 28 متر، وبيزيد مع الوقت كل ما زدنا عليه أجزاء جديدة. بينما مثلاً ممكن سارة معلش نقطعك تاني، طبعاً إحنا ما وقفناش هنا وإحنا داخلين، لكن لو أنت شايفين في سلسلة متعلقة كده، بس السلسلة ما فيهاش أي تأثير لأن الماجنت مش أون. لو الماجنت اون احنا بنسيبها سايبينها هنا هتبقى هنلاقيها لازقه كده في الحيطه، رغم ان دي 7 متر لكن مفيش اشعاع، لكن في ماجنتيك فيلد. لو ده نتيجه طبعا ان هو قوي، هو ده طبعا كده اتجاه البيم الحقيقي. عايزين نعرف بس لو لا قدر الله حصلت اي مشكله ومحتاجين نعمل ايمرجنسي او نوقف بسرعه التجربه. الريد ده الباب ده معناه انه ده بيدخلنا على طول على البيم، على ال اتش سي بيم اللي هي البيم اللي جايه من اللارج هادرون كولايدر المصادم نفسها. لو اي حد فتح الباب ده احنا شايفينه هو لوكد، هو لوكد ممنوع ان احنا ندخله ابدا. لو حد عمل في حاله الامرجنسي وانس ان الباب ده يتفتح البيم بيحصل لها ستوب، يعني للزيرو، بتنزل للزيرو في كل التجارب بقى، مش بتبقى في السي ام اس. ده اللارج هادرون كولايدر نفسه بيكون اوف. فطبعا ده يعني لو حد عمل الغلطه دي هيقتلوه. في بعض الاحيان وفي بعض الاماكن احنا طبعا بعد ما بنخرج لو احنا في اشعاع زي ما قلت ان ساعات بنحصل انه بيكون في اشعاع جوه بيبقى في عطل ونضطر ندخل اثناء الرن، فده مثلا ده الفول بادي راديشن ديتكتور. طبعا بنطلع طبعا لو طلعت دلوقتي ما فيش حاجه هتبقى موجوده، لان احنا بنحط كده زي ما احنا شايفين وهو بيتم الاشعاع ادجاست، وبعدين زي ما احنا شايفين اهو ما فيش اي حاجه. هيضطر ان هو اهو قال لي ان ما فيش اي حاجه. أه
بيعد هو كده دلوقتي بيعمل كشف لكل البادي عشان لو في اي حاجه طالعه. زي احنا شايفين اهو ما فيش اي حاجه، ما فيش، بيقول لك not contaminated، انا ما فيش اي contamination. وعاده طبعا ما بيبقاش فيه contamination يعني، طالما احنا ما دخلناش عند النوز. الاوضه دي ما فيش اي حد بيدخلها غير الاكسبرت. لا زي ما احنا شايفين في عناصر مشعه جوه، هي دي بتقيس الجاز فلو. احنا عندنا الجاز ديتكتورز بتبقى ليها الانبوت جاز بتاعها. معظم الجاز ديتكتورز اللي موجوده جوه تجربه السي ام اس هي الاربون والكربون دايكسايد، ثاني اكسيد الكربون والاربون. دول بيتم يعني بيعمل لهم خلط بخليط بنسب معينه، كل نوع من انواع الديتكتور بيكون ليه نسب مختلفه عن الثاني. طيب عشان يقيسوا الجاز، هو اولا الغرفه اللي بتبقى فيها الغازز دي الجاز روم عامه موجوده اصلا، والمحطه اللي بتولد الغازات موجوده فوق الارض، فبينزل الغاز تحت الارض قبل ما يدخل بقى على الديتكتور. لو لاحظنا هو ده تقريبا كده ملاصق للحيطه بتاعه للكفر اللي جوه، فبيتم كمان هنا الديتكشن بتاع الغاز، يتاكد من كل حاجه، الهوميديتي، الرطوبه بتاعته، الغاز مظبوط، في تلوث، في اي حاجه قبل ما يدخل على الديتكتور عشان ما يبوظش الديتكتورز. هنا كمان هنلاقي مجموعه من التبريد والمشاحن لو شفناها من هنا، فده طبعا كل ده مجموعه من الفنيين والمهندسين اللي بتساعدنا فيه. ممكن المهندس هادي يكلمنا لانه مهندس ميكانيكا، يكلمنا على الميكانيكال انجينيرنج اللي لو في مهندسين موجودين يقدروا كمان يسالوه. فاحنا دلوقتي هنطلع بقى ال 100 متر اللي احنا نزلناهم دول، هنطلعهم تاني في الاسانسير. اشوفكم بقى ان شاء الله في الكنترول روم. اوكي لا كفي الفكره سريعا بس عشان ما ننسى دايمنشنز السي ام اس اللي حكيناها. كنت عم نعمل مقارنه مع تجربه اطلس لنشوف قد ايه كثيف السي ام اس. اطلس وزنه نص وزن السي ام اس تقريبا 7000 طن، بينما هو اضخم بالحجم بمنيح فبالارتفاع وبالعرض تقريبا هو 25 متر. ف هيدا مثل لمحة لنشوف عن جد قديش سي ام اس هي تجربة كومباكت. الماجنت كمان فكرة كان بدي احكي عنها، انه الماجنت اللي موجود عنا بالسي ام اس نحن بحاجة ل 18000 امبير لحتى نشغل هيدا الماجنت، فالارقام فعلا خيالية. وكانت دكتورة شيماء تقترح انه تخبرنا عن الثاني بالميكانيك اذا بتحب تحكي لنا نفسي. اوكي هلا انا ماني جايد رح احكي القصص اللي بلاقيها انترستنج، انه الديتكتور اللي شفناه تحت والويلز اللي بنشوفهم شفناهم بالوان So الفكرة انه كل ديتكتور من هودي هو مصنع ببلد من الدول المشاركة ب CMS وشبت على جنيفا على هون، و كله assembled هون بي سي ام اس. فهيدي الكولابوريشن ضخمة كتير. في عنا بعرف في ويلز اوريدي معمولين في باكستان، في قصص في يوروب، في بالهند، في روسيا، في فهي كولابوريشن ضخمة. وبجرب تو انكلود الكل في من كل الدول المشاركه، في تقريبا اكثر من 50 دوله هن بقلب ال سي ام اس كولابوريشن. فالتشالنجز ميكانيكال تشالنجز يعني اللي بنواجهها، انه كيف نقدر نعمل انتجريشن لكل هيدي البارتس اللي جايه من كثير محلات ونقدر نركبها بدون ما يصير في اي انترفيرنس. اوكي
احنا هنا زي ما قلنا ان احنا لما بننزل بالبيرسونال ديزوميتر، فعشان ناكد للناس ان احنا طبعا يعني النهارده علشان ما فيش اصلا احنا ما قربناش من النوز الانتراكشن بوينت او نقطه التصادم اللي بتبقى عاده حتى بعد اكيد بعد ما بتقفل الديتكتورز او التجربه بتقف بيفضل طبعا اشعاع موجود في الريمننت في الديتكتورز في الاجهزه، ولكن احنا ما بننزلش تحت. وطبعا زي ما يمكن شفتوا ان احنا كان عندنا طلبه موجودين بيزوروا التجربه تحت، فهنا بننتبه اول ما بنطلع دايما بنبص بنرصد الاشعاع احنا قسنا قد ايه، لان ده بيتابعه الديتكتور ده متوصل بالفريق الخاص برصد الاشعاع. هو طبعا هو عرفني على طول وقال لي ان انا نزلت تحت مع 0 ملي سيفرت ما خلال العشر ساعات اللي فاتوا يعني. فهو طبعا كده خلاص هو الداتا بتاعتي اتقرت ان شيماء لما نزلت النهارده ما خدتش اي اشعاع، وده بيتم كلود. طبعا كان لسه المهندس هادي والمهندسه ساره بيكلمونا على الكولابوريشن، بس حاجه معلومه صغيره احنا مش 50، 140 دوله حتى الان او 105 دوله وفي الباقي في طريقه. الصوره البوستر ده هو عباره زي سكرين شوت لبعض الناس اللي هي طبعا من دول مختلفه، وزي ما شايفين الفرايتي يعني ستات ورجاله وكبار وصغيرين وفنيين واساتذه فيزياء، كلنا كله هنا موجودين تحت الكولابوريشن بتاع سي ام اس. يعني طبعا اكيد في اطلس كمان في تجارب في دول مشتركه في اطلس او في وفي دول مشتركه في سي ام اس وفي مشتركه في الاثنين. فاحنا مصر طبعا الثلاث فرق اللي موجودين مشتركين في السي ام اس، وده طبعا بيبين قد ايه ان انت تجمع الناس دي كلها اللي جايين من ثقافات مختلفه واماكن مختلفه من العالم كله تقريبا، انت بتجمعهم هنا تحت هدف واحد بس هو العلم، وان هم بيتعاونوا. لما شفنا في الكنترول روم الثمان ساعات الثلاث شيفتات بيكون فيهم كل ثمان ساعات في فريق جديد بيجي وبيقعد يشتغل علشان ياخد داتا علشان واحد تاني مش موجود هنا. طبعا واحد تاني اللي هو الاساتذه الباحثين الطلبه ياخدوا الداتا دي ونشتغل عليها. وطبعا انا بتكلم في مؤتمر علمي وبيزك ساينس، فاكيد يعني حضراتكم عارفين يعني ايه حد يقعد في معمل يعمل تجربه. احنا دلوقتي كنا في المعمل وبنطلع النتائج علشان نقدمها للمجتمع العلمي في كل دول العالم عن طريق جريد موجوده 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 بتبدا من هنا من سر، وبتروح الداتا لكل انحاء العالم علشان الفيزيائيين يبتدوا يطبقوا النظريات او المودلز بتاعتهم ويشوفوا منها ايه الصح وايه اللي هيمشي بينا للمستقبل وايه النظريات او الافتراضيات اللي مش صحيحه علميا او ما قدرناش نرصدها بالافتراضات اللي موجوده في النظريه. من ممكن احنا ده هنروح الكنترول روم، وممكن لو اي اسئله عامه عن سيرن او عن البرامج. طبعا البرامج اللي بتقدمها سيرن في برامج تدريبيه الطلبه او اخر يناير التقديم عليه، بيجي لنا طلبه في السمر، وكمان زي ما يعني اللي Good. So just change your headset okay. and sit among us. And if we have any questions. شكرا دكتورة شيماء. شكرا لك جدا. Hello. We hear you. We hear you. Yeah, but go ahead with your question and yes. Sarah, we'll just either answer or relay. This is your car, Shaima? This is your car? Shaima, not that way. شكراً دكتورة شيماء. نشكركم انتم ويا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم من الزيارة. والحقيقة هي يعني حاجة جميلة للناس اللي مش بتقدر تسافر أو في التخصصات المختلفة عن التخصص ده، فأتاحت لنا فرصة إن إحنا نشوف حاجة جديدة يعني.
ونقرب المسافات. طبعا نحب نقول هنا ان التقدم العلمي طبعا تقريبا كل تكنولوجيا العلم هنا على اقصى حد من التطور، بس ده مش معناه ان احنا بس علشان يعني هو الغرض الاساسي طبعا اللي صار ان هو دراسه نشاه الكون، ولكن في تطبيقات كتير جدا احدها طبعا ان احنا حاليا دلوقتي بنستخدم البراوزرز ال www اللي هي الشبكه العنكبوتيه دي اصلا تم خلقها جوه سيرن اصلا دلوقتي بقت متاحه للجميع. الراديو ثيرابي حاليا احنا طبعا في مصر لسه ما بقاش عندنا بروتون ثيرابي، لكن احد التطبيقات طبعا تطبيقات كتيره جدا في الميديكال فيزيكس، فالعلاج الاشعاعي اللي احنا طبعا كلنا عارفينه عافانا الله، فده برضو موجود وبتبقى الاول موجوده يعني بروجكت بيبقى مشروع وبعدين بيطبق على ارض الواقع ويبتدي يطبق. طبعا من اخر برضو التكنولوجيا المستخدمه في الطب هي ال 3D color x-ray، يعني هيبقى عندنا إشعة X-ray 3 dimension ملونة، ودي طبعا هتساعد الأطباء في تشخيص العلاج الأمراض الخاصة به مش بس العظام ولكن الخاصة بالأعصاب، هيبقوا شايفين فين الأعصاب الملتهبة أو اللي فيها الأورام. فإحنا طبعا هنا مرحب مش بس بالفيزيائيين ولكن زي ما قلنا المهندسين كمان، في هنا الفن بيبقى فيه workshops بيبقى فيه كل التخصصات تقريبا في دبلوماسي كل حاجة، فأهلا بكم في سيرن في أي وقت. شكرا ليك يا دكتورة شيماء وشرف لينا. دكتورة شيماء بنت محافظة إنا كمان ليه الشرف أكيد الشرف لكم. لو أنا بس نوريكم أشكالنا، طيب نقلع الماسك لحظة يا زلطن يشوفوا أشكالنا. طيب إحنا طبعاً في إحنا بس بنوريكم عشان تبقوا شفتونا برضو. وعي شفتوني هنا؟ أكيد طبعاً يا دكتورة أسماء منورة. طبعاً إحنا بعد لو في أي بعد لو ما فيش أسئلة، هو اليوتيوب طبعاً إحنا محتاجين الصور من عندكم لزلطن للإيفنت من القاعة من الحضور. لو كمان بعد شوية يعني النهاردة إن شاء الله هينزل الفيديو التسجيل كل اللي احنا عملناه النهاردة هيكون موجود على اليوتيوب تشانل الخاصة بـ CMS Visits، موجود باسم جامعة جنوب الوادي أو اديتها الدكتورة أسماء اديتها لسيرن، وحضراتكم تقدروا تشيروها في أي مكان في لأي حاجة، فده هيبقى اليوتيوب تشانل هيبقى لكم هيتحط على نفس الانديكو بيج، بعد كده هيبقى فور بابليك أي حد يقدر يتفرج عليه، فده فممكن تحطوا اللينك للمؤتمر كمان. جميل، شكرا لك يا دكتورة. أي سؤال؟ شكرا 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 لك. Bye. Thank you, Zoltan. Thank you, Ellen. It was my pleasure. Ciao, ciao.